ما زلنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المرة دي من كاليفورنيا. يوم 8 مارس الاثنين اللي فات كان يوم المرأة العالمي، 16 مارس يوم المرأة المصرية، بعدها عيد الأم 21 مارس. كل سنة وكل ستات مصر بخير وطيبين. وزارة الهجرة الحقيقة عملت مبادرة رائعة بالتزامن مع شهر المرأة، مبادرة مصرية ب100 راجل وبألف راجل وبمليون راجل كمان، لدعم نجاح المصريات في الخارج، بالإضافة أن كمان وضع أفكار لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية. شعار المبادرة يعني في حاجات كتيرة جيدة. التصميم كان لجيداء القرش. جيداء القرش هي بنت مصرية مقيمة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بتعمل فيديوهات على الإنترنت بعنوان الإعلام وسنينه، بتحاول تصحح بعض المفاهيم بحكم دراستها للإعلام في ألمانيا. جيداء القرش مصممة شعار مبادرة مصرية ب100 راجل، معانا ومشرفانا عبر سكايب من كاليفورنيا، ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الفل يا جيداء. صباح النور. أولا أنا عايز أسألك يعني الأول عن مبادرة مصرية ب100 راجل، عرفتي إزاي عنها وإيه فكرة التصميم اللي أنت عاملاه؟ مصرية ب100 راجل، الأول أحب أقول كل سنة وكل مرأة طيبة. ومصرية ب100 راجل أنا عرفت عنها من خلال إن أنا في 2018 كنت رحت منتدى شباب العالم، وهناك التقيت بمعالي الوزيرة نبيلة مكرم، كانت عاملة لقاء للشباب الدارسين بالخارج. ومن وقتها وإحنا عندنا واتساب جروب على اتصال للناس اللي بتدرس بره، فمن خلالها اتبعت ان في مبادره مصريه ب100 راجل، وقدمت فيها وشاركت في اول لقاء. وبعد اول لقاء معالي الوزيره قالت ان الوزاره يعني فاتحه الباب ان لو في حد عنده اي مقترح للديزاين، فكذا حد بعت، وانا حبيت قوي ان انا ابعت برضو. يعني كان الفكره فيها ان الهويه المصريه تبقى باينه قوي في اللوجو، فانا حطيت نفرتيتي طبعا يعني رمز للمرأة المصرية، والاهرامات في تحت كده 3 مثلثات هما دول الاهرامات، وكمان الوان طبعا علم مصر في الخرطوشة الفرعونية، وده علم وكمان مصر ولا الخط علم ألمانيا ده جيداء؟ ده علم مصر لما حد بيقول المناقشات لك دي. الكلام ده بتعملي ايه؟ يعني انت شايفه اولا احنا مقصرين في حق نفسنا ان احنا نوصل صورتنا الحقيقيه، وازاي نعمل ده؟ وانت بتعملي ايه بقى على الارض؟ على الأرض طبعا يعني في كذا مستوى. في طبعا مستوى ان الواحد بيكون بيتكلم مع الناس اللي حواليه، وده اعتقد ان هو مؤثر جدا، لانه اصلا احنا مثال للمرأة العربية المصرية يعني. فاحنا لازم ناخد بالنا ان المثال ده يبقى كويس، مش ان احنا نقعد لما نلاقي حد بينتقد ممكن نتكلم معاه في النقط حتى لو فيها حاجات حقيقية، بس مش ان احنا نقعد بقى ننتقد معاه ونقول في مصر عندنا وعندنا. يعني شايفة دي حاجة مهمة قوي ان احنا ناخد بالنا كمان احنا بنقول ايه، مش نركب على اللي هما بيقولوه. وطبعا في بقى السوشيال ميديا وكده، ان الواحد عشان بيبقى دايرته على السوشيال ميديا بتبقى اكبر شوية، فيها ثقافات مختلفة، ان الواحد بيبقى بيشارك معلومات واخبار عن مصر طبعا باللغة يعني الانجليزية، بتبقى اسهل حاجة ان كل الناس تفهمها. ويبقى حريص عن هو يشارك في أي مبادرة أو أي مناقشة ممكن هو يبقى يمثل فيها صوت الست المصرية. طيب انتي درستي الاعلام في المانيا، وزي ما قلت لك انا مش هقول اسم الجامعه التانيه عشان ما احرجش نفسي، يعني انت تقدري تقوليه لنا يعني. وكمان عملتي بعد كده حاجه اسمها الاعلام وسنينه. ايه قصه، ليه اخترتي دراسه الاعلام في المانيا، وايه حكايه الاعلام وسنينه؟ هي الجامعة اسمها فراي اونيفرسيتيت برلين، هي جامعة في برلين، ومن خلال دراستي تعرفت على مبدأ الثقافة الإعلامية والرقمية، وكمان كنت جزء من أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية في بيروت في 2018. هي أكاديمية بتحصل تبقى أسبوعين في السنة، وبيبقى في ناس كتيرة أكاديميين وناس بتدرس بتتجمع في بيروت من يعني بلاد مختلفة، وبيبدأوا يناقشوا المواضيع دي، فأنا كنت جزء منها. وكمان مشروع تخرجي كان عن تأسيس التربية الإعلامية في المدارس في ألمانيا، وعملته بالتعاون مع مشروع اسمه ديجيبتس، وهو ممول من وزارة الداخلية الألمانية، عشان هم عندهم
استراتيجية تعليم جديدة طلعوها في 2016 اسمها التعليم في العالم الرقمي. فهو المفروض جزء من الاستراتيجية دي ان من اول 2017 اللي فات، يعني اللي فات، كان كل مدرسة وكل يبقى فيها اللي هو مادة التربية الإعلامية موزعة على المواد المختلفة، وتكون من سنة أولى لحد سنة، يعني سنة 10 يعني. بس فده كان مشروع تخرجي، ده له علاقة بالتربية الإعلامية. الإعلام وسنينه دي حاجة جت كده لوحدها. أنا كنت شايفة إن مهمة قوي من خلال الحاجات اللي اتعلمتها عن الإعلام، أدركت قد إيه الإعلام بيأثر في فكر كل واحد بجد. كل حاجة بنعملها في حياتنا والطريقة اللي بنشوف بيها الشعوب التانية وحتى الناس اللي عايشين معانا في نفس البلد كلها أساسها بشكل كبير جدا الإعلام. يعني حتى وأنا في ألمانيا كان جزء كبير جدا عندهم كره للمسلمين أو للاجئين، ولما عملوا دراسة لقوا إن الأغلبية أصلا عمرهم ما اتعاملوا مع حد بشكل شخصي، مع حد ولا سوري ولا هي مسلم البروباغندا هي اللي هي اللي خلتهم وصلوا للكراهية دي. بالظبط. فاللي هو فهو ده بالظبط معناه ان هو الاعلام هو اللي بيشكل الصوره دي، وهو نقطه اللقاء الوحيده ما بين الفئات اللي في المجتمع دي. فانا قلت، يعني انا حسيت ان لا، لازم كل الناس تعرف الاعلام شغال ازاي. فكره ان الخبر وراه شخص، وراه الشخص ده وراه جهه، وكل جهه عندها حسابات بالظبط. يعني ايه مثلا السوشيال ميديا؟ كلنا بنسمع مثلا عن الديتا والبيانات وانها حاجه مهمه جدا، بس كلها حاجات كده مش ملموسه. يعني الواحد لو مش بيقرا فيها كتير صعب عليه انه يفهمها، مع انها صحيح. بتاثر علينا كلنا بشكل شخصي جدا. فمثلا كان الحلقه، في حلقه من الحلقات اللي فاتت كان عن فكره البيانات وازاي بيستخدموها دلوقتي في الحروب النفسيه. يعني الحاجات كلها اللي على فيسبوك اللي احنا بنقعد نشيرها كده بتستخدم في الحروب النفسية دي، حاجة بتوقع بلاد وبتوقع شعوب صحيح وبيتدخلوا بيها انتخابات وكده. فحاجات مهمة جدا ان كل واحد يبقى عارف. اكيد، ويعني واكيد مهم ان انت كمان تعرضيها جيداء، وان انت تفكري في تفصيله زي كده. اكيد انت تعرفي تتكلمي باللغه اللي كتير من الناس النهارده اللي بتتعامل مع السوشيال ميديا كبار وصغيرين محتاجينها. انا بشكرك شكرا جزيلا جيداء القرش، كانت معانا من كاليفورنيا.